مساء الخير عليكم واهلا بيكم في الفيديو بتاع النهارده. الفيديو بتاع النهارده للناس اللي يعني ايه عايزه تشوف حاجه جديده، اللي مش عايز يشوف حاجه جديده ما يكملش الفيديو. الفيديو النهارده بيتكلم عن العربيه البورشا الميشن اي الكهربائيه الجديده وابلكيشن مهم جدا للناس اللي بتحب العربيات. خليكم معانا وتابعوا الفيديو لغايه الاخر، هتلاقوا حاجات حلوه قوي قوي قوي. الموضوع بما فيه باختصار شديد جدا، احنا في ابلكيشن على الموبايل نازل على الاندرويد ونازل على الاي او اس، وهو ابلكيشن بيعتمد اعتماد كلي على تكنولوجي الاي ار اللي موجوده في الموبايل. تكنولوجي الاي ار هي يعني التليفون بيعمل سكان للمنطقه اللي انت فيها وبيبتدي يحط لك فيها حاجات تخيليه لكن هي اشبه بالواقع نوعا ما. يعني بورشا عامله ابلكيشن اسمه الابلكيشن اسمه ميشن اي او بورشا ميشن اي، وده هتلاقوه موجود تحت في الديسكريبشن. الابلكيشن ده عشان تشغل الابلكيشن ده لازم يكون عندك ابلكيشن الاي ار من جوجل بلاي، وبرده ده هتلاقوني حاططه لكم في الديسكريبشن. القناه ما اتحولتش لقناه ابلكيشن موبايلز، لكن انا جالي البروجرام ده من بورشا في النيوز اللي بورشا بتبعتها دايما، فدخلت بصيت على الابلكيشن عجبني جدا، فقلت لازم اعيشكم معايا التجربه الجديده اللي عاملاها بورشا مع الابلكيشن الخاص بالبورشا ميشن اي او العربيه الكهربائيه ميشن اي. يلا بينا نشوف العربيه، ننزل تحت كده في الارض على الواقع ونشوف ايه القصه بتاعت الاي ار مع الابلكيشن الخاص ببورشا ميشن اي. خلاص زي ما احنا شايفين دلوقتي البروجرام بيفتح، هندوس كونتينيو، بعد كده هندوس ستارت، هيبتدي البروجرام عايز يتعرف على مكان عشان يحط فيه العربية. هو دلوقتي بيسكان، هنشوف كده نسكان المكان ده كده. هنا هنبتدي نحط العربية، ممكن بقى الأبعاد بتاعتها في 1:10، في 1:5، 1:3، وواحد لواحد دي الأبعاد الحقيقية. تمام، احنا هنقول ان احنا نشتغل بالأبعاد الحقيقية زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هندوس ستارت. زي ما احنا شفنا كده العربية اهي قدامنا اهي، ممكن نغير اللون، ممكن نجيب اللون مثلا الاحمر، عايزين نعمل كده. طيب تقدر والعربيه واقفه تشوف التشارجنج بتاعها بيتم ازاي. الالكتريك درايف بيتم ازاي، كونسبت، ودي بقى الكونسبت بتاع العربية نفسه، وبعدين هنا الايروديناميك خليه دلوقتي. طيب نشوف الايروديناميك، ماشي. وبعدين عندنا بقى الديزاين دي ان ايه، مش هيبان قوي في العربية الحمراء، خلينا نجيب العربية بلون تاني ابيض مثلا، وبعدين نجيب الديزاين دي ان ايه يبقى باين قوي فيها. طيب لو عايزين نخش الانتيريور بتاع العربية هنقوم
دايسين كده هيفتح لنا الابواب ونبتدي ندخل كده زي ما احنا شايفين كده نخش جوه لأدق التفاصيل. تقدر كمان تشوف الجزء الخلفي وبعدين بنطلع بره الصالون خالص. بنقفل الأبواب نقدر بقى نخش على الدرايف. واخدين بالكم احنا بنعمل ايه؟ ممكن بقى نبعد شوية برضو العربية وهي بتتحرك وبعدين ممكن الريفرس. الريفرس بقى مثلا نعدل الدركسيون كده شوية واخدين بالكم. طيب نقدر نجيب بقى العربية لغاية عندنا هنا. بصوا العربية عاملة ازاي؟ تحس ان الموضوع حقيقي. واخدين بالكم احنا بنعمل ايه؟ نطلع الرصيف تقدر بقى تخش في تفاصيل العربية لو عاوز. يعني نجيب العربية كده قدامنا ممكن نجيب لك مثلا ايه ظهر العربية اهو عشان لو عايز تشوف ظهر العربية كويس. وممكن الشنطة اهو والفانوس الأمامي وبعدين ممكن نحرك العربية. اختراع يا كوتش. طبعا انت بتغير اتجاه العربية بحركة الموبايل. واضح طبعا. ده باختصار شديد جدا الفكرة بتاعت الـ AR بالتعاون مع شركة بورشا في البروجرام ده. ده باختصار شديد جدا الفكرة بتاعت الـ AR
والبروجرام الخاص ببورشا ميشن اي العربية الكهربائية الجديدة من بورشا. خلاص كفاية كلام في الخيالات، وتعالوا بينا نكمل كلامنا بقى في الواقع. زي ما شفتوا كده التجربة الخاصة بالابليكيشن ده، يا رب بس الناس اللي بتحب الحاجات دي يكونوا انبسطوا. برضو هرجع اقول تاني الابليكيشن موجود في الديسكريبشن، وعلشان تشغله على الموبايل لازم يكون عندك ابليكيشن الاي ار الخاص بالجوجل بلاي، وبرضو ده هتلاقوه في الديسكريبشن الخاص بالفيديو. اللي اول مرة شفنا ياريت تدوس سبسكرايب، وياريت تفعل النوتيفيكيشن او جرس الخاص بأي حاجة بننزلها الحاجة تجيلك، ودي حاجة بتشجعنا جدا. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو عايز تسأل اي حاجة ممكن في الكومنتات اكتب اللي انت نفسك فيه. اما بخصوص الابليكيشن ده، هل في ابليكيشنز تانية نازلة العربيات تانية؟ فاحب اقول لكم وانا هحاول كل فترة اجيب لكم الحاجات الواقعية، لان في ابليكيشنز فيك قوي مش واقعية، لكن الحاجات الواقعية زي الابليكيشن الخاص ببورشا ميشن اي ده انا هحاول اجيب لكم دايما كل فترة الحاجات الخاصة بيه، الابليكيشنز الخاصة بيه كل العربيات اللي موجودة في العالم كله. وما تنسوش تتابعونا دايما على قنواتنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك شريف ياسر اون تراك، على اليوتيوب شريف ياسر او اون تراك، على بيكسلز اون تراك، على الانستجرام شريف ياسر اوفيشيال. واشوفكم دايما على خير. كان معاكم شريف ياسر، والسلام عليكم.